ام اخوكم سامح من قناه نواطر حلق. ان شاء الله هنتعلم ازاي ننظف تعبان النيل اللي هو الانكليدس. طبعا يا جماعه احنا بنيجي كده من عند الراس كده وبنقطع ايه قطع صغير بالطريقه دي كده، وبنجيب مثلا رده وبنيجي عاملها كده وبنبدا ايه نسحب الجلده دي بالراحه كده. انا عازب معاك اليوم جلد امسكه وارفعه كده عشان يبقى ارفعه كده عشان يبقى كثيرة قوي قوي اصلا مش هتعطيني سكرة. انت مش ماشي، تقعدي بقى. نرجع بقى نفتح بطنه. انت بقى ماشي. ماشي. انا احلف احلف والله انا وشفه بقى يا جماعه. طبعا هو افضل حاجه لي بالنسبه لنا الرز، ان هو يتحط في جرام رز ويدخل الفرن. لحد حضراتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك.